عمليات التفجير التي تحدث الآن هي عمليات تصفية لميليشيات وعصابات الكرامة بعضها في بعض، والدليل على ذلك واضح، يعني شاهدنا كيف تم إخراج ميليشيات قبيلة العواقير بالكامل من هذا الصراع، والقضاء على آخر قوة كانت تمثلها قبيلة العواقير في بنغازي وهي قوة فرج قعيم. الآن لم يتبقى من هذه القوى المتناحرة إلا قوتين، قوة ميليشيات العصابات ما يسمى بالصحوات التي تعتمد في أساسها على المجرمين وعلى أصحاب السوابق وعلى يعني أعضاء أو مؤيدين للنظام السابق، كذلك التيار المدخلي، هذا ما يشكل قوام عصابات أو ميليشيات الصحوات، وأيضا الكتائب التي أنشأها خليفة حفتر ووضع على رأسها أبنائه، وهذه يمكن أن تصنف على قبيلة الفرجان. إذن هو الصراع الآن بين كتائب أبناء خليفة حفتر وخليفة حفتر وعصابات الصحوات التي استعملها خليفة حفتر في ضرب خصومه، حتى الآن استعملها في ضرب ثوار بنغازي ثم استعملها في ضرب ميليشيات العواقير، وهو الآن لم يتبقى في الساحة إلا يعني هذين الركنين من أركان عملية الكرامة، وهو خليفة حفتر وكتائبه والصحوات وكتائبه، وهذه التفجيرات تأتي في هذا السياق.